بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من تذكرني ما عنوان درسنا السابق؟ أحسنتي، كان التخطيط، الفن الكتابي، التخطيط في كتابة خطبة محفلية. بارك الله فيك. الخطبة المحفلية يا ثالث أين تلقى؟ في مجالس الآباء والأمهات وفي الإذاعة وفي التكريم. اليوم بإذن الله سوف نخطط ونتعرف على كيفية كتابة الموضوع، ننفذ التدريبات أدناه لكتابة خطبة محفلية باختيار إحدى الثلاثة أنواع، إما الصداقة، حقوق وواجبات، أو عن الاحتياجات الخاصة، أو عن واجبات المستجدين من الطلاب والطالبات. برأيك أي المواضيع نختار؟ الجميع اتفق على صداقة، حقوق وواجبات. لا تنسي يا صغيرة أن توظفي كل ما تعلمتيه في الوحدة مع الاستعانة بدليل ألفاظ الوحدة. لا تنسي أيضا أن تقومي باختيار الخطبة التي تناسب حاجة المستمعين إليه. تأملي مراحل عملية الكتابة، لماذا أكتب ولمن سأكتب وماذا سأكتب وكيف سأعرض كتاباتي. أولا أكتب لأهمية الصداقة. لماذا أكتب؟ لأهمية الصداقة بالنسبة للإنسان. لمن سأكتب؟ لأصدقائي أو لكل من يهمه الأمر. ماذا سأكتب؟ أحسنتي، عن صداقة وما لها من حقوق وواجبات. كيف سأعرض كتاباتي؟ ممتازة، عن طريق اللوح، وأن تكون تحتوي على مقدمة وعرض وخاتمة. لماذا؟ أعيدي في السؤال الثاني، رتبي أفكارك دون الاهتمام بالتسلسل أو الخطأ. ماذا سنكتب؟ أحسنتي، سوف نتعرف على معنى الصداقة، أهمية الصداقة، حقوق وواجبات الصداقة، كيف أختار أصدقائي. بارك الله فيك. أجمع المعلومات في الشكل التالي. مصادر المعلومات، أحسنتي، الشبكة العنكبوتية، الأنترنت. المعلومات هو الأفكار، معنى الصداقة، أهمية الصداقة، حقوق الصداقة. موطن المعلومة في الخطبة، ما هي موطنها؟ في المقدمة والعرض والخاتمة. التعليمات، هناك تعليمات، اقرأيها قراءة صامتة في الإضاءة. انتهينا، إذا ننتقل إلى النقطة التي تليها. أكمل المخطط أمامي مع اتباع التعليمات الموجودة. المقدمة، ماذا سنكتب فيها؟ المقدمة يكون بها الحمد والثناء، نداء مناسب، والتمهيد. الحمد والثناء، نقول الحمد لله الذي لا إله إلا هو، رافع السماء بلا عمد، الكبير المتعال. نداء، أخواني الطلاب. التمهيد، أحسنتي، نقول أما بعد فالعلم نور، يهدي به الله من عليه واصطفى، من عليه واصطفى. العرض، الفكرة العامة، العلم نور. الأفكار الجزئية، أهمية العلم، تكريم الله للعلماء، حث الشرع على طلب العلم. الأساليب اللغوية، الجمع بين الأساليب الإخبارية والإنشائية من الاستفهام والترجي والنفي والقسم وغيرها. الأدلة أو الشواهد، بالأحاديث أو بالقرآن أو بالسنة النبوية أو الشعر. الخاتمة، الدعاء، يكون إما ندعي أن يهيئ الله الأمة لنشر العلم في ربوع البلاد. خلاصة الموضوع أن رفع الله العلماء درجات، وأن يستغفر الحيتان في البحر، فيجب لصاحب العلم، فيجب على الشباب الجد في طلب العلم لينالوا شرف العظيم، ينالوا الشرف العظيم. هنا لدينا كتابة مسودة، قلنا لديك تكليف هنا اختيار. تعرفنا على الخطبة
وكيفية كتابة تلك الخطبة بأنها تحتوي على مقدمة وعرض وخاتمة. هنا لديك مسودة، قومي باختيار إحدى المواضيع الثلاثة التي هي في بداية الدرس. ثم اقرأي التعليمات جيدا، ثم قومي بتقييم الخطبة. هل خطبتك كانت شيقة؟ هل يستطيع القارئ فهم خطبتك؟ أجيبي بنعم أو إلى حد ما أو لا، وغيرها من الأسئلة. هل توفرت العناصر؟ هل جاءت الخطبة مثيرة وممهدة؟ هل جذبت انتباه القارئ؟ هل حجم المقدمة مناسب لطول الخطبة؟ وإلى غير ذلك من الأسئلة. بذلك يا ثالث انتهينا من درسنا لهذا اليوم. استودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه.